اهلا وسهلا بكم، معاكم احمد حلمي، عندي 22 سنه، انا من الجيزه في مصر، بدرس حاليا نيو ميديا في جامعه باشا شهير. الجامعه دي في منطقه بشكتاش في اسطنبول. انا جيت الاول من مصر، كان عندي اقتراحين قبل ما اجي على تركيا، كان عندي ان انا ممكن اسافر انجلترا او ان انا اجي على هنا تركيا. جيت هنا في تركيا لان لقيت ان الفرق كبير شويه بصراحه في انجلترا، وخصوصا في الدول الاتحاد الاوروبي كلها، يعني لقيت فرق سعر كبير شويه جدا. ممكن مثلا كان نفس الكليه اللي انا كنت ادرسها هناك، كنت ادرسها في انجلند مثلا في مانشستر، او كنت ادرسها ساعتها في فولم، كان السعر 20,000 جنيه استرليني، رقم كبير جدا 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 وخيالي. انما جيت هنا مثلا الجامعات الخاصه كانت في اراوند 5000 و3000 دولار، اللي هو فرق فظيع، وبرده ما حسيتش ان في فرق كتير في الكورسز اللي باخدها او ايا كانت نوعها. دخلت على كل الجامعات اللي هناك اللي كنت عايز اخش فيها واللي هنا برده، في الاخر استقريت على باشا، بس لقيت ان كل الحاجات او كل الجامعات بشكل عام الكورسز والمواد اللي فيها يعني بتفرق كتير قوي، وفيهم شبه من بعض يعني، بس ممكن فرق مسميات وعدد ساعات هو. فيعني حبيت ان انا اميل اكتر لتركيا لانها برده دولة شوية ممكن يعني تكون بالنسبة لنا أهدى في الوضع، دولة مسلمة بتسمع فيها أذان أو تكون فيها الوضع هادي شوية. برضو قريبة من المنطقة بتاعتنا يعني، في عادات وتقاليد، في شكل حياة، في ناس، خصوصا الشعب شوية يمكن ده ممكن أنا لاحظتها، ممكن ناس كتير ما لاحظتهاش، بس الوضع في مصر وبين تركيا خصوصا تشابه شوية في الناس، في التقاليد وفي العادات وفي الوضع اللي ما بين الناس يعني. بس قبل ما اجي على الجامعات وابتدي اختار في الجامعات، كان في عندي اختيارات كتيره جدا من الجامعات، وكان فرق الاسعار فيها يعني متقارب جدا، بس اخترت باشا شهير على اساس ان كان في حد من اصدقائي يعني كان فيها وكان متخرج منها، وهو اللي زي الكوماند مي عليها يعني، قال لي هي جامعه كويسه وفيها حاجات ويعني جميله بصراحه. فانا يعني كنت برده، هو كان يعني مريح لي الدنيا قوي وفاهمني الجامعه جميله. من الحاجات اللي عجبتني في الجامعة ان هي فيها حاجات يمكن تكون مش موجودة في جامعات تانية، ويعني فرص احلى بصراحة، زي حاجات الماك لابس اللي كنت بشوفها، يعني المكان لوحده مثلا، احنا عندنا كان 7 ادوار، هو كامبوس كده مقفول على كله على بعضه في الكامبوس الميديا نفسه، كان حرفيا كل دور فيه لاب، واللاب ده فيه اتليست 30 جهاز ومفتوحين على طول، تقدر في اي وقت تخشهم يعني تعمل اللي انت عايزه. وكانت حاجه حلوه اللي هو يعني كان برضو عاملين حاجات لينا في كل البرامج اللي ممكن تكون مثلا تدفع فيها فلوس بره، او تدفع عليها فلوس عشان انت تعملها او تمرن نفسك في البيت او حاجه، لا هي كانت كلها موجوده هناك، حاجه زي الفوتوشوب والادوبي بريمير بكل الحاجات اللي عليها، وكل مثلا البرامج التانيه زي دافينجي، حاجات لما تتعمق فيها كويسه جدا. مع ان فيها حاجات برضو كويسه زي موضوع اللي انت البيات في الجامعه، انت مثلا ساكن بعيد او يعني الموضوع بالنسبه لك اللي انت تروح صعب او ايا كان، لقيت اللي انت باي ظرف سكنت بعيد او في اي حاجه، فانت ممكن تروح واخد طلب مثلا قبل ما تيجي الساعه مثلا 5، تروح واخد طلب من الامن اللي انا حبيت النهارده كذا كذا، وقاعد هناك في زي سرير اللي هي شبه الشلت يعني، تعرف تنام عليها وتعرف تقضي يومك كله، وتفتح المكتب يعني تخش تعمل اي حاجه، واي فاي على طول لاي حد يعرف يخش عليه يعني. فدي كانت من الحاجات الحلوه بصراحه جدا في الجامعه يعني. بالنسبه للجامعه والاكسبيرينس اللي فيها، الحاجات اللي زي فعلا الماك لابس، وفي حاجه بالنسبه لي انا يعني تخصصي بالذات الميديا، اللي احنا كان عندنا في اكتر في دور كامل تحت الدور مثلا الارضي، هو فقط لتاجير الكاميرات، وفعلا حرفيا بدون ولا ليره ولا دولار ولا اي حاجه خالص. كنت بنزل بتاخدها مثلا، تقول انا عايز اخد الكاميرا دي ايا كان نوعها، انت عايز كاميرا زوم، عايز كاميرا فوكس، ولا ايا كان اللي انت عايزه، التايب اللي انت عايزه، كنت بتاخدها تاجرها من الجامعه اسبوع اسبوعين، وفعلا من غير ولا اي مبلغ خالص، وبس تاخدها اللي انت بالكارت الطالب بتاعك. انا اخدت الكاميرا دي تاجرها لمده اسبوع، بتعملها لها شغلك، ممكن تعمل عليها انت تاخدها يعني تاخدها كرحله، لو انت تاخدها مثلا معاك رحله، بدل ما تشتري مثلا كاميرا او يكون عندك حاجه، انت خدت معاك الكاميرا، حفظت عليها، صورت، عملت الدنيا بتاعتك، وبيديلك معاها كل حاجتها. ودي حاجه بصراحه من الحاجات الحلوه جدا، مع طبعا اللي انت الوضع في الجامعه ككل حرفيا يعني مريح. نيجي لحاجه مهمه جدا،
واللي عجبتني برضو اللي خلتني اجي تركيا واللي خلتني اجي الجامعه دي مخصوص، اللي هو برضو انا كنت في الاخر حتى ان كنت عايز اجي هنا بس برضو كان في دماغي شويه ان انا عايز برضو ايه اتليست مثلا سمستر او سمسترين اسافر بيهم مثلا بره زي المانيا انجلترا اسبانيا. فلقيت بصراحه دي في باششير في برنامج الاراسموس. الاراسموس بيدينا يعني اماكن كتير جدا تعرف تروحها زي اسبانيا، وهم ليهم كامبوسز اصلا، ليهم في كندا وفي امريكا في واشنطن وليهم في نيويورك وليهم برضو في المانيا في برلين وثلاثة كامبوس كمان بس مش متذكر الاسم بصراحة. دي من الحاجات الحلوة جدا اللي هم يعني الموضوع بسيط خالص، حرفيا تدفع نفس الفلوس اللي بتدفعها في الجامعة بتاعتك. انت مثلا اوريدي تدفع مبلغ معين، انت لما تيجي تسافر بلد تانية تدفعه هو يعني مش بيدولك مثلا تاكس زيادة او فلوس زيادة، هو بس بيعمل لك كل اللي انت عليك انت تطلع الفيزا وتذاكر الطيران بس، انما هي الفلوس بتاعت الجامعة هيها مفيش اي اختلاف خالص. ودي حاجة كويسة لانك انت برضو لو جيت فكرت وحبيت تروح مثلا جامعه خارجيه او في اوروبا او كده هتدفع رقم اكيد اكبر، يعني حرفيا هتدفع رقم اكبر بكتير جدا ما هتدفعه في تركيا. بس ك ك كفكره وحاجه هي كانت جميله جدا ان انت تقدر في عندك سمستر او اتنين تقدر تروح فيهم اي بلد انت عايزها، ممكن سمستر مثلا ده في المانيا واللي بعديه مثلا في واشنطن، فعندك حاجات متاحه كتيره جدا وهو في الاخر نفس الكورس بتاخدها ونفس عدد الساعات المعتمده ونفس كل حاجه. بالنسبه للتشابه ما بين الثقافات او تشابه البلدان ببعض، لاحظت بصراحه الموضوع ده جدا 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 في حاجات يعني مثلا زي بدايه الاكل، يعني ما بين الاكل المصري والاكل التركي في تشابه كتير جدا جدا. عندنا مثلا زي المحشي مثلا، احنا عندنا سخن وما عندهم ساقع، في طبعا ناس بتعمله يعني سخن بس دي برده حاجه ما خلتنيش احس قوي ان انا بعيد بدرجه كبيره عن مصر او بعيد عن الاكل المصري وكده. يعني حاجات زي المحشي والكفتة بتاعتهم يعني في حاجات بصراحة كتير جدا شبه كده مصرية، يعني طبعا بيختلف الأطعمة والحاجات دي يعني بس في الآخر شبه بعض جدا في حاجات كتير. بالنسبة للحاجات اللغة واللي طبعا يعني حرفيا ممكن يكون يعني العرب وخصوصا بشكل أكتر المصريين، اللهجة العامية عندنا فيها حاجات أصلها تركي أصلا أو يمكن يكون العكس ما بين الأكل، يعني ما بين الكلام المصري والكلام التركي. زي مثلا كلمة أوضة عندنا هي اللغة التركية الرسمية كلمة أوضة، زي حاجة زي الدولاب كومودينو، يعني كومودين يعني في يعني حاجات كثيرة جدا جدا شبه بعض، وده بيسهل قوي قوي يعني انت تتعلم تركي. وهتلاقي فعلا كلمات كثيرة جدا جدا اي حد ممكن يخش على النت يشوف يعني العدد الكبير ما بين الكلمات العربي والتركي، هتلاقي عدد كبير وهيسهل عليك الموضوع لتعلم اللغة بعد كده. يعني من اكتر الاكلات الحلوه اللي في تركيا اللي حبيتها واللي برضه بريكومند الناس تاكلها في مدينتها او تاكلها في الاماكن المخصصه يعني المخصصه ليها، حاجه في الفطار اسمها المينيمن، ودي شبه جدا جدا الشكشوكه عندنا في مصر، نفس المكونات ونفس كل حاجه. وفي الاسكندر دي برضه وجبه حلوه جدا اللي هي شرايح لحم وكده وحاطين عليها يعني حاجاتهم وبهاراتهم بقى والحاجات دي. وفي برضو البيدا دي بتبقى زي فطيره كده، ممكن تبقى مثلا طولها نص متر او حاجه زي كده حاجه كبيره يعني بتحط عليها ايا كان بقى، في اطعمه كتيره بيعملوها احيانا بالسبانخ احيانا باللحوم احيانا بالفراخ، يعني ليها اطعمه كتيره وبصراحه من الحاجات الحلوه هنا جدا. يعني بالنسبه للمسلسلات والافلام، انا بميل جدا 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 للكوميدي، وهو الحاجه الوحيده اللي انا يعني شبه بميل لها في الافلام والفرجه وكده. فمن اكتر الافلام اللي حبيتها كايهان. Hadi oğlum yolun açık olsun. Allah'a emanet ol yavrum. Sağ ol anacığım. Kimi fay? Çikida. Arkada gel. See you bro. Pilav gününe geleceğimi söylediğim zaman herkes çok mutlu oldu zaten. Ne? Kayhan mı? Şaka yapıyorsun sen. نيجي للمسلسلات. طبعا المسلسلات بحبها دريلي شارتورو، وده حاجه من الحاجات اللي هو قيمه ارطغرل اغلب العرب او ناس شافته، يعني هو مسلسل بصراحه جميل وبيحكي احداث متتابعه وشيقه بصراحه، فيعني من الحاجات اللي شدتني.
مع طبعا مسلسل ناس عارفينه شكر ده برضو كنت بتابعه يعني. بس كعموم الكوميدي هنا جميل يعني ومسلسلاتهم كويسه يعني. Parasını almadım. Eğer ben bunu diyorsam bu doğrudur. من المدن اللي سافرتها جوه تركيا واللي هي بصراحه لاي طالب خصوصا يعني لو قاعد وهي رخيصه حرفيا رخيصه تعرف تسافر اي بلد او اي حاجه جواها طياره لا تتعدى ال 120 ليره 120 رقم بالنسبه للدولار او بالنسبه للقاعد هنا بسيط يعني الرينج بيكون ما بين 120 و150 طبعا على حسب الذروه. اقصى حاجه شفتها كانت في وقت الصيف كانت وصلت ل 200 اللي هو طياره بتركب طياره ب 200 ليره اكنك ولا اكنك راكب اتوبيس يعني. فحاجه حلوه ان انت بتلف جوه المدن. رحت مدينه زي ازمير، رحت سكاريا، رحت اسكيشير، رحت ادنا. طبعا ازمير هي التوب بالنسبه لهم كلهم كمناظر ويعني كحاجات كثيره جدا. بس اسطنبول برضو ليها حاجات حلوه. بس لو جينا برضو معلش ازمير ازمير نرجع الحته دي ازمير المناظر فيها البحر والعوم والبيتشز اللي هناك بصراحه حاجات خرافيه جدا 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 يعني. بالنسبة للخبرة بتاعتي او اللي انا استفدته من القعدة هنا في تركيا قبل ما اسافر مصر، انا طبعا كنت عايز اخد اكسبيرينس تانية خصوصا اللي يعني كنت عايز اخرج طبعا بره مصر اجرب حاجة جديدة، اخش الجامعة يعني يبقى في حركة عملتها قبل مثلا ما ارجع تاني ان شاء الله. فالفكرة ان انا لما قعدت هنا اول طبعا الموضوع بالنسبة لي كان فيه عائق اللغة، بس الحمد لله مع الوقت اتعلمتها ما خدتش فيها وقت كتير يعني بفضل الله. يمكن طبعا ممكن تختلف من حد لحد، بس كانت يعني بالنسبة لي حاجة كويسة ان انا اتعلمت لغة تانية. خصوصا انت لو ان شاء الله ما تيجي ترجع مصر او تيجي تشوف او تقعد حتى هنا او تروح بلد تاني انت في الاخر برضو معاك لغه ومعاك شهاده. عجبني جدا وضع الجامعات هنا خصوصا ان البلد فعلا بتستقبل عدد طلاب كبير. اسطنبول كاسطنبول وبرضو المدن التانيه فيها جو حلو للطلبه وخروجاتهم. الموضوع حرفيا رخيص يعني رخيص بشكل حلو جدا خصوصا اللي انت يعني لو في اي بلد تانية وبيجي لك مبلغ من هناك او بيجي لك مصاريفك من هناك او برضو حتى هنا برضو الحياه يعني تقدر حرفيا برقم قليل تعرف تقضي يومك وتعرف تاكل وتعرف تعمل خروجاتك وكل حاجه. فهي كانترتينمنت وخروج ومتعه ومع الدراسه وكده لا هي بصراحه حاجه جميله جدا. وفي الاخر انت بتغير جو سواء بقى انت بمصر من اي دوله يعني من الاردن بقى من اي كان البلد اللي انت فيها وجيت هو تغيير جو ويعني اكسبيرينس فعلا تستحق ان انت تيجي هنا وتجرب تجربه جديده وتتعرف على ناس جديده وثقافه جديده ولغه جديده ايا كان انت كنت جاي منين. فدي حاجه يعني فعلا الواحد يعني يتشجع ان هو يعملها لان في الاخر الواحد مش هيفضل برده في نفس وضعه او كده، في الاخر بتكسب اكسبيرينس وبتكسب حاجات جديده يعني. بنصح ناس ان هي تيجي تدرس في تركيا خصوصا ان التعليم زي ما قلت لكم في فرص كتيره جدا 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 وكل المجالات شبه يعني حرفيا موجوده مش موجوده. الدراسه معتمده في كل دول اوروبا يعني اغلب الجامعات اللي موجوده هنا يمكن ما كانش كلها معتمد في اوروبا وفي كل دول اوروبا وفي اغلب دول العالم بيبقى معاك شهاده معتمده من كل دول العالم. لكن انت عندك اغلب الجامعات فيها برنامج ايرازموس اللي هو تقدر من خلاله انت تسافر بلاد. فهو انت لما بتروح هناك تبقى نفس الاكسبيرينس تبقى نفس الكورسات فانت بتروح هناك بنفس الكورسات وهو نفس المجال يعني. بشكر جدا جدا تركي كامبس ثانكس فور هافينج مي واتمنى اكون يعني اديت لكم معلومات او حاجه كويسه عن التعليم في تركيا بشكل عام واكون يعني اديتكم افاده ولو بشكل بسيط ان انتوا ان شاء الله تيجوا تسافروا وتتعلموا في تركيا. وشكرا لكم.